السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سادتي المشاهدين، أحييكم أجمل تحية في هذه التغطية الخاصة والتي تأتيكم عبر شاشتكم شاشة قناة سامراء الفضائية. سنناقش اليوم الوجود الأجنبي في العراق مع الدكتور علاء النشوع الخبير الاستراتيجي. مرحبا بك دكتور. مرحبا أستاذ. حياكم الله. حياكم الله. في الوقت الذي تصدر فيه مطالبات وإن كانت أحيانا مخفية أو خجولة بضرورة تواجد أمريكي في وقت الانتخابات وفي محافظات معينة، تنبري جهات لرفض هذا التواجد. اليوم احنا بحاجة الى هذا التواجد الامريكي بالاخص في محافظات معينة تحديدا، تفضل. شكرا لك استاذ انس وللمشاهدين الكرام. بداية، في عام 2003 غزت الولايات المتحدة العراق مع التحالف الدولي ودمرت جميع الإمكانات والمقدرات العراقية. نعم. كانت العسكرية والأمنية وكل مؤسسات الدولة التي يمكن أن تحقق الأمن والاستقرار للبلد. ولكن يعني بعد هذا التاريخ بدأ العراق يأخذ شيء من هذه المقدرات، ولكن ليس كما كان سابقا، يعني من جهة وطنية تختلف عن جهة الاحتلال الأمريكي الذي لم يعطي أي تسليح كامل وشامل للعراق حتى يكون ضعيفا، وهو كما معلوم أهداف كثيرة منها أهداف استراتيجية بعيدة المدى للولايات المتحدة الأمريكية وكذلك الكيان الصهيوني. فلهذا يعني كانت المنظومة الدفاعية العراقية منظومة ضعيفة. الضعف هذا يأتي لأن الجيش قد تسرح كاملة، المؤسسات الأمنية قد انهيت كاملة، الساحة العسكرية أو الساحة اللوجستية للعراق قد أيضا انتهت من خلال يعني تدمير كافة الأسلحة الموجودة آنذاك، وبدأ التسليح وتسليح أمريكي شامل. وهذا التسليح لم يكن بالمستوى المطلوب، ولم تكن هنالك يعني قدرة كاملة للولايات المتحدة في أن تفرض جيش يستطيع الدفاع عن العراق في كل المحافل، أكان يعني العدو التعبوي أو العدو الاستراتيجي. فلهذا يعني الوجود الأجنبي في العراق ومنذ عام 2003 هنالك يعني بكثرة بدايته حتى عام 2011. نعم. يعني لحد عام 2011 كانت يعني كان التواجد الأمريكي تواجد مباشر وتواجد يعني علني في الساحات، علني في كل الأماكن، في كل المحافظات، له مقرات، له ثكنات كاملة. بعد عام 2011 ويعني الاتفاقية الأمنية التي عقدت بين العراق والولايات المتحدة، وبعد أن كان الجيش العراقي أو المؤسسة العسكرية العراقية قد أعدت بالكامل من قبل الولايات المتحدة الأمريكية تدريبا، يعني وليس كما يعني بعض الناس عندما يضع نقول تدريبا، هو ليس الوصول إلى حالة ما يسمى بالحرفية أو المهنية بالنسبة الجاهزية، ليس بالحرفية والمهنية، لأن احنا الحرفية والمهنية تختلف عن التدريب. ممكن أن تدرب قطعات لمدة أشهر ولكن لا تستطيع أن تضع لها عقيدة عسكرية شاملة من خلال هذا التدريب. فعليه أن تكون العقيدة العسكرية هي جزء من متطلبات بناء المؤسسة العسكرية، فلهذا المؤسسة العسكرية كان ينقصها العقيدة العسكرية. فلهذا كان التدريب هو سريع، كان التدريب بإعداد مؤسسة عسكرية سريعة. الأمريكان يعني نظرا للضربات المقاومة العراقية في ذلك الوقت ارتأوا الخروج من العراق بكل أو بأي شكل من الأشكال. فلهذا يعني المؤسسة العسكرية العراقية في ذلك الوقت لم تكن تأخذ كل المساحة الكافية للتدريب، ولم تكن كافية لأن تكون قوات تستطيع رد أي عدو خارجي. وهذا أيضا هو جزء من الاستراتيجية الأمريكية لجعل العراق جزء من المنظومة الأمريكية الدفاعية في داخل المنطقة الشرق الأوسط. طيب. يعني أمريكا في كل اعتباراتها كانت تأخذ في الحسبان أن العراق هو يعني يتمتع بمواقع جيو استراتيجي وموقع استراتيجي مهم يؤثر تأثير مباشر على جميع دول الشرق الأوسط من خلال وجود القواعد العسكرية الأمريكية. نعم، لكن الانسحاب الأمريكي من في عام 2011 ما كان انسحاب كامل. يعني هو ليس بالكامل. هذا احنا كما يقولون هو ذر الرماد في العيون. يعني انت تعلم جيدا هنالك القرار 1584. نعم. الصادر عن مجلس الامن الدولي والذي يحدد ان الولايات المتحدة هي دولة محتلة للعراق، وان الدفاع عنه والواجبات القانونية والواجبات العسكرية يعني تتحملها الولايات المتحدة الامريكية امام العالم. نعم. هذا في حالة القرار الدولي. هنالك قرارات يعني موجودة بين العراق والولايات المتحدة تكاد تكون مخفية. ولو يصرح المسؤولين العراقيين بالضبط ماذا جرى بين المسؤولين الأمريكان والمسؤولين العراقيين من فترة عام 2003 حتى عام 2011
لكان هنالك الكثير من الكلام والكثير من المغالطات الموجوده. مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ الاتفاقيه الامنيه. الاتفاقيه الامنيه. الاتفاقيه الامنيه لو يعني هنالك ترجمتين للاتفاقيه الامنيه. نعم. اكو ترجمه عربيه وكل يعني النص الانجليزي. النص اللي الانجليزي يختلف عن النص العربي. يعني هنالك بماذا؟ بماذا؟ يعني مثلا الولايات المتحده تشرف بالكامل على كل الارض العراقيه من خلال الحرب المعلوماتيه او الحرب التكنولوجيه. يعني اي طائرة أي عمل عسكري أو عمل يكون ضمن دائرة المحيط التعبوي أو السوقي تكون بعلم الولايات المتحدة الأمريكية. يعني لا يقولون أنه إحنا نتحرك كذا، ما تستطيع قطعة واحدة من الفوج واحد ما يقدر يتحرك من مكان إلى مكان آخر إلا بعلم السلطات القوات الأمريكية. هذا الكلام يجري على كل القوات الأمنية اللي موجودة بالعراق، كل العسكر، كل اللي يحملون السلاح. إحنا يعني المشكلة يعني بالتحليل العسكري. يعني أرجو أن نميز. يعني أنا أسأل كل العسكر، كل اللي يحملون السلاح، لأن أنا عندي حملة السلاح مو شرط يكونون عسكر، أنا عندي متطوعين. ما قبل عام 2014. نعم. كل اللي كان موجود هو ضمن الاستراتيجية الأمريكية. نعم. ما بعد عام 2014 العراق دخل في أجندات مركبة. هاي الأجندات المركبة فرضت قطعات موجودة على الأرض تتحرك خارج السياقات الأمريكية. وفلهذا بالكلام يعني عن أجندة مركبة، يعني احنا دخلنا سياسة ما دخلنا. نعم. تحليل استراتيجي. نعم. لا، هو احنا الأجندة المركبة. نعم. يعني هم تفرض واقع حال عسكري. يعني انت تعرف المواجهة دائما، احنا عندنا سياسات استراتيجية عامة تسمى مفهوم الردع. نعم. أنا من عندي مفهوم ردع عالي ممكن أن أفرض على الدولة، لا تستطيع دولة أخرى تتدخل إلا بعلم هذه الدولة. يعني مثلا حتى نحكيها بالمفتوح. نعم. الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، إيران ما تقدر تتدخل بالعراق لولا هنالك يعني ضوء أخضر من أمريكا. فلهذا حتى نكون واقعيين أمام الناس والمشاهدين حتى يعرفون أنه ترى ماكو ممكن أي حركة تكون عسكرية أو حركة سياسية أو تدخل في صميم الاستراتيجية العامة إذا مو بعلم الولايات المتحدة. الولايات المتحدة هي القوة الأولى في العالم، القوة التي لا يمكن في أي قوة بالعالم أخرى تتحرك إذا مو بعلم الولايات المتحدة الأمريكية. لأن كما نعلم هي المسيطرة بالكامل على كل الاستراتيجيات، كانت البرية والبحرية وحتى الآن هي حاليا حتى الجوية هي السيطرة عليها بالكامل. لأن تعرف أنت الولايات المتحدة لها يعني أسطول جوية. نعم. لها يعني قوة جوية فاعلة، هي تعتبر الأولى في العالم. والآن دخلت المنظومة الفضائية باعتبار أن هنالك نقاط استراتيجية فضائية تستطيع الولايات المتحدة من تحديد أي هدف تستطيع استهدافه خلال لحظات. نعم. الاستمكان. طيب، تعتقد اليوم أنه ما دام دخلنا بالتحليل السياسي، احنا لازم. نعم. لازم نمر على السياسة. انعدام الثقة بين الشركاء السياسيين يمكن هو ما يستدعي هذا التواجد الامريكي. يعني خاصة احنا نتكلم عن فترة حرجة اسمها فترة الانتخابات. اليوم عدم الثقة بين الشركاء السياسيين بالعراق هي اللي تستدعي وجود هاي القوات او قوات اخرى ربما تكون قوات اجنبية. احنا نتكلم عن التواجد الاجنبي في العراق. استاذ انس، احنا يعني المشكلة بينا، خلينا نكون صريحين. نعم. يعني حتى السياسي ما أنه عنده ازدواجية. ازدواجية فين يتكلم ضد الولايات المتحدة الأمريكية من جهة، وهو يعمل معها بالخفاء من جهة أخرى. يعني وأكو أيضا ناس يعني تتكلم على إيران من جهة وهي تعمل مع إيران من جهة أخرى. وكذلك كل الأجندات الموجودة على الأرض أو المحسوبة على الأرض العراقية حاليا هنالك معسكرين، معسكر قوي ومعسكر أيضا قوي آخر، ولكن ليس بقوة المعسكر الأول. فإحنا جماعتنا وين المعسكر القوي؟ روح وياه. فلهذا ترى قضية أنه انسحاب القوات الأمريكية، وجنابك في السؤال حتى أيضا إجابة على السؤال اللي سألته بالبداية، الولايات المتحدة الآن انسحابها من بعض المناطق يعتبر كارثة. كيف؟ كارثة. وحدد لي هاي المناطق. ها، المناطق هي المحررة. يعني المناطق المحررة المشكلة بها حاليا، يعني المحافظات المنكوبة. المنكوبة هاي المحافظات، يعني أنا في نظري هي. نعم. لا تحتاج إلى أن تكون يعني منظومة الدفاعية قائمة على منظومة خارجية. نعم. بل تحتاج إلى منظومة دفاع داخلية. يعني مثلا أنا من أجي أريد أسوي في محافظة نينوى، من هم الذين يدافعون عن محافظة نينوى؟ هو أبناء نينوى. طبعا. فلهذا أنا أقتصر على أبناء نينوى في منظومة دفاعية خاصة بدعم دولي
بدعم التحالف الدولي اللي هو لولا التحالف الدولي لما استطاع العراق أن يحرر شبرا واحد. هذا دفعت باتجاه القوات الأمريكية لما أسست الصحوات مثلا في وقتها. لا الصح يعني هل تتكلم عن شيء مشابه لذلك؟ أنا راح أحكي ضمن القانون الدولي. أنت تتكلم عن مؤسسة عسكرية من جيش وشرطة. نعم. تستبعد من كل أبناء المدينة. تستبعد كل الأطراف الأخرى. كل الأطراف تبتعد. لا يعني لا لا هذا راح يخالف للمنطق. المنطق يقول موجودين على الأرض. القوات الأمريكية موجودين. لا 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 أنا لا أتكلم عن القوات الأمريكية، أنا أتكلم عن القوات التي قد تتعامل مع الطارئ. عندما نتكلم عن القوات التي تتعامل مع الطارئ مثلا، أنا لحد أمس مثلا لحد أمس سرايا السلام في سامراء تصدت لقوة من داعش كانت يعني تريد الشر والأذى في مناطق ربما محاذية للحويش، ولو أن الأنباء تضاربت بخصوص هذا الموضوع حتى تدخل سلاح الجو كما ذكرت الأنباء. بالتالي يعني هنا نحن نتكلم عن جيش وشرطة مؤسسة عسكرية. نعم. نتكلم أيضا عن حشود. سيد الفاضل أنا أتكلم ضمن المفهوم المؤسسة العسكرية. نعم. التي تتحكم بها قوانين المؤسسة العسكرية. نعم. لأن إحنا عندنا قانون أي شيء يتشكل خارج القوات المتلعة يعتبر ميليشيا. نعم. هذا بالقانون. بس هذا الكلام الآن الحشد الشعبي انضم ضمن القوات المسلحة زين او انضوى تحت اللواء القوات المسلحه بقوات الحشد الشعبي. نعم. يعني وله هيئه والهيئه مصرح بها يعني حاليا كدوله وضمن يعني قرار مجلس نواب اقر الحشد الشعبي. نعم. يعني كقوه موجوده على الارض. ولكن استاذ انس احنا ننميل الى عسكره الشعب من خلال مفهوم احنا ممكن نطرحه بقانون. لا. نعم. احنا نريد شعب يستطيع ان يدافع بدون عسكرة. يعني أنا ممكن أن أساعد لك منظومة دفاعية خاصة بمحافظة صلاح مدنية. الدين بمحافظة صلاح الدين بمحافظة نينوى بمحافظة الأنبار بكل محافظات العراق على منظومة دفاعية خاصة بالمحافظة. نعم. لأن يعني أنت عندك أعلى سلطة تشريعية وسلطة تنفيذية. نعم. بالمحافظة عندك سلطة تنفيذية وتشريعية. نعم. تستطيع السلطة التشريعية أن تسن قانون بإعداد مقاتلين من المحافظة من المدينة من الناحية من القضاء وهكذا ضمن التسلسل الإداري. هذا يحتاج تسلسل إداري، يحتاج ربما تكلم عن حرس إقليم، حرس يعني حرس محافظة يعني ايضا حيدنا الموضوع عن ندخل يعني حرس اقليم. بس ليش احنا لازم الا يعني الشرطه الا جيش الشرطه والا لازم من المحافظه؟ يعني هذا الموضوع مال اهل مكه ادرى بشعابها. ما كانوا اهل مكه قبل عندنا موجودين بصلاح الدين وبنينة وبالانبار ومن رادوا يطبون داعش طبوا في دقائق وسقطوا محافظات. القضيه تختلف استاذ انس، احنا حتى نشرح بالكامل. نعم. يعني اكو اوجه يعني للصراع الموجود في العراق. نعم. هو ترى صراع موجود قائم من عام 2003 والى اليوم. أكيد. احنا من ادخل بالصراع راح انطيك قضايا ممكن توقف كل هذا الكلام اللي انطرح حاليا على الساحه السياسيه والعسكريه واعتبره كله كذب. انا مو لان حتى انه اجي اصرح هذا الشيء. لا. انا دا اقول لك العراق في عام 1921. نعم. يعني العراق كان محتل بريطانيا، مو صحيح؟ كان خاضع لسلطه الانتداب. بدأ فوج موسى الكاظم. نعم. وانتهى في عام 1948 بحدود 4 فرق. وصل إلى 11 فرق في عام 1980. وصل إلى 44 فرقة في عام 1989. هذا التشكيلات لو تجي عليها هاي منظومة عسكرية أخذت شكلها العام وشكلها الخاص. هاي المنظومة ما كانت بها طائفية ولا كانت بها محاصصة حزبية ولا كانت بها أحقاد من فلان وعلان والفلان. هذا كان الجيش يخضع إلى العراق لم يخضع إلى المؤسسة السياسية. وصلت إلى ما أريده. هو ما أريده اللي يعني اللي يرد تسأله اليوم، إحنا كأنه صار عندنا فقدان ثقة بين هذول الشركاء السياسيين. إحنا الآن أمام واقع حال، إحنا بعراق 2018 لا بعراق 21 ولا بال 48 ولا حتى ب 8/4/2003. نعم. إحنا اليوم يعني في حاضرنا هذا، إحنا الآن نقترب من انتخابات وعدنا كأنه انعدام ثقة بين الشركاء السياسيين، وكأنه اليوم يعني هاي النوايا مثلا ائتلاف دولة القانون صرح على لسان إحدى نائباته السيدة نهلة الهبابي، اتهمت جهات من تحالف القوى انه دا طالب بتواجد امريكي. انت تعرف هذا موضوع التواجد الامريكي وغيره كانه يثير حساسيه، وكانه يعني الموضوع يعيد على الناس في ذهنيتهم يعيد عليهم فكره الاحتلال وغيرها وغيرها، وانه احنا بعدنا محتلين وانه الامريكان ما طلعوا من الارض العراقيه. نعم.
أنا يعني سأدخل في مدخل آخر، هل المناورات اللي تجريها الولايات المتحدة مع بعض دول العالم يعني في الخليج في مصر في كل الدول الموجودة هل تعتبر احتلال؟ هذا احتلال. جميل، نحن نبتعد عن المنظور الكامل اللي ممكن يبعدنا ويجيب الويلات لشعبنا والويلات لوطننا. احنا نحتاج الى ان تكون يعني العقلية العسكرية تكتسب الخبرة. نعم. انا اريد اكتسب خبرة، انا من اجي وتواجدت 6 قواعد عسكرية امريكية. هو ليش احنا ما نعرف العراق هو محتل امريكيا؟ ما نعرف ان العراق محتل امريكيا؟ كل العالم يعرف ان العراق محتل امريكيا، وكل دول العالم تعرف انه تواجد للقوات العسكرية موجودة بالعراق، بالاضافه ذاك حلف الناتو، يعني هو مو فقط العراق ترى ده يدخل، ودخل نجي كل مستوى التدريبات العسكريه اللي دخل العراق هي بمستوى حلف الناتو والقوات الامريكيه. نعم. بس احنا هسه حاليا نحن بحاجه الى القوات الامريكيه في تواجدها في العراق. هذا يخلق حساسيه، ويبدو خلق فرط حساسيه عند بعض الجهات. هاي هذا التحسس من هذا الموضوع ما أعرف شلون أفسره، لأنه بالألفين وثلاثة أغلب الجهات السياسية اللي موجودة الآن واللي تحكم على الأرض جاءت مع الأمريكان، فهاي الحساسية ليش ظهرت الآن؟ أخذ منك الإجابة، لكن بعد ما نأخذ فاصل. فاصل مشاهدينا ثم نعود وإياكم، فابقوا معنا. عدنا وياكم سادتي المشاهدين في هذه التغطية والتي خصصناها للوجود الأجنبي في العراق مع الدكتور علاء النشوع الخبير الاستراتيجي. تكلمنا قبل الفاصل عن فرط الحساسية هذا. نعم. وفعلا هو احنا ما نقدر نقول حساسية، لأنه إذا نقول حساسية ليش ما تحسسوا بالألفين وثلاثة قسم من الجهات السياسية اللي جاءت بصراحة اللي جاءت مع الأمريكان، واليوم ده تتحسس من الوجود الأمريكي إذا أريد له أن يكون في محافظات معينة، هذه المحافظات ربما تخشى انفلاتا أمنيا، تخشى أشياء سنطرح مثلها في قادم الوقت إن شاء الله من الحلقة. زين، أنا أسأل سؤال. نعم. يعني إحنا عندنا سفارة في العراق تمثل أكبر سفارة أمريكية بالعالم. نعم. بها متواجد في حدود 7000 موظف. موظف. شنو نوع هذا الموظف؟ هو أكبر سفارة بالعالم تحتاج إلى 5 أو 6 موظفين. نعم. هذا تواجد عسكري مباشر. أنا أسأل سؤال، أمريكا تتهم أن داعش هو إيراني وإيران تتهم أمريكا أن داعش أمريكي. سؤال، الرأي العراقي أين الرأي العراقي؟ يعني هل أنه العراقي ما اكتشف أنه داعش لمن يعمل؟ إذا كان يعمل لأجندات دولية فعلينا أن نفهم جيدا أنه القوة الدولية في العالم التي تستطيع حمايتنا من داعش وحمايتنا من كل الأعداء الموجودين إقليميا أو دوليا هي الولايات المتحدة، يعني هي المسؤولة أمام القانون الدولي مو أنا. بمعنى أنه إحنا اليوم فعلا بحاجة إلى القوات الأمريكية في محافظات نينوى صلاح الدين الأنبار تحديدا هذه المناطق. نعم. المناطق أنا سأتكلم على منظومة الأسلحة. نعم. العراق في عام 2014 دخلت له أول 8 طائرات من F-16. نعم. F-16 ترى للعلم هاي خاف حتى الشعب العراقي يعلم أنه هاي F-16 هي من الجيل الرابع، صنعت عام 1974، أخرجت من الخدمة، ما إلها أي تأثيرات لا تعبوية ولا سوقية، بينما الولايات المتحدة تستخدم الـ F-16 حاليا الجيل الخامس، والجيل الخامس دخل الخدمة الأمريكية في عام 1997. إذن والآن أيضا دخلوا جيل آخر جديد يسموه خامس متطور دخل في عام 2005. أنا من عندي طائرات تستطيع أن تضرب أي هدف معادي في لحظات، وعندي طائرة لا تستخدم التكنولوجيا، أيهما الأمثل في قتال العدو؟ أستخدم التكنولوجيا المباشرة أم غير المباشرة؟ علينا أن نفهم القوة التي ممكن أن يستند عليها العراق حاليا هو التحالف الدولي، لأن أي قوة أخرى إقليمية أكانت تركية إيرانية، يعني أنت تريد أي دولة أخرى حتى السعودية، أنت حتى تريد أن تقول أن التواجد الأمريكي ضروري في المحافظات المحررة؟ نعم، لحين أن تكتمل المؤسسة العسكرية الدفاعية. السيدة نهل الهبابي ذكرت أيضا، قالت أنه لا مبررات لاستخدام هذه القوات، لأن هذه المناطق يعني على حد قولها رجعوا أغلب سكانها، وأنا شخصيا أضع
تحت اغلب خطين ووضعها بين مزدوجين، تقول رجعوا سكان هاي المناطق بعد ماكو داعي على جيب قوات امريكيه وانه الامن مستتف في هذه المناطق. الجانب الايمن للموصل وانتم تعرفون يعني هو يعني منتهي عسكريا يعني او منتهي كبنى تحتيه منتهي كبير. الموصل كمنكوبه منكوبه. صلاح الدين تعالي على صلاح الدين، تعالي على جنوب صلاح الدين، تعالي على بيجي تعالي. يعني هم شيء يعتبرون يعني باعتبار المركز ها يعتبرون تكريت انه رجعت يعني هي اعتبر انه كل صلاح الدين رجع. واحنا يمكن حكينا في الكثير من اللقاءات وقلنا انه اللقاء الرجوع لابناء المحافظه يتم على مستويات حقيقية وليس مستويات شكلية. وأقصد مستويات الحقيقية يا أخي كافي الاتهامات. يعني أنت يوميا أنت تقاعد قبال فلان تتهم فلان وتتهم علان ودق الاسم بالحاسبة موجود. يا أخي القانون يستند على دليل، القانون لم يستند على دليل، لا وجود للدولة. الدولة دائما لأن احنا نقول العدل أساس الملك. نعم. فإذا كان العدل أساس الملك فعلينا أن نتحاكم إلى هذا المنظار. بالإضافة ذلك الدستور اللي نقول عليه أعوج يا حاليا احنا نريد الدستور، احنا نريد حاليا الدستور، وضعونا أمام الدستور. الدستور العراقي يحدد لا وجود تهمة إلا عن طريق القضاء. زين احنا حاليا ماكو قضاء، حاليا عبارة عن ازدواجية في الكلام، ازدواجية في الاختيار، في كل شيء ازدواجية. أنت تعمل لفلان لا لا القطعية مشكلة، لا القطعية تدخلنا إيراد ومصرف. لا احنا لأنه لا ماكو لا قطعية، لا أكو قانون وأكو أكو محاكم وأكو وين القانون؟ لا موجودة موجودة موجودة، لكن أكو ربما ناس أحيانا تحتال، أكو ناس فوق القانون، أكو ناس بعدها لحد الآن منظومة فساد. والسيد العبادي لما يقول لك أنا أضرب الفاسدين اليوم مثلا، هو ما دا يحكيها من فراغ، دا يقول لك اكو فاسدين واكو ناس دا تستقوي واكو ناس ربما حتى دا تستخدم السلاح، دا تستخدم امور اخرى. اليوم مثلا احد السادة النواب في اتصال هاتفي ذكر مسألة معي شخصيا، قال هنالك مناطق في صلاح الدين اليوم مثلا هنالك جهات تحمل السلاح، هذه الجهات تصادر بطاقات انتخابية مثلا في مناطق معينة وتريد تغيير إرادة الناخب. مجلس محافظة صلاح الدين أصدر اليوم بيان يعني يطالب فيه السيد رئيس الوزراء بأن يرسل قوات اتحادية أو جهاز مكافحة الإرهاب إلى مناطق معينة. مبرراته سماه ما أسماه أيضا بأن هنالك يعني تسلح كثير، هنالك الكثير من أبناء العشائر يحملون السلاح، هنالك جهات قد يعني تحسب نفسها على الحشد الشعبي وبالتالي هي تحمل السلاح اليوم وتريد تغيير إرادة الناخب، وصدروا بيان بهذا الموضوع. طيب مع كل هذا، كل هذا الكم الهائل من المعطيات، هذا يربط بضرورة التواجد الأمريكي في محافظات صلاح الدين نينوى الأنبار. وإحنا عندنا مثل بالعربي يقول شي جبرك على المر غير الأمر منه. إحنا المر اللي حاليا به يعني حاليا إحنا شفنا أشياء زين نوبات نقول أتعاون مع الشيطان من أجل مصلحتي، هاي حقيقة سياسية. ولكن هل ممكن أنه تستطيع أن تحقق المصلحة الذاتية من خلال قوة موجودة على الأرض؟ لا، لأن القوة أصلا هي ما تحمل الاستقلالية الشاملة. يعني أنا مثلا عندما أريد أن أحقق عدل ومساواة علينا أن نتحمل أو نحمل الاستقلالية الشاملة. الاستقلالية الشاملة حتى مجلس الوزراء، أنا لا أتهم السيد العبادي، بالعكس السيد العبادي يمكن أنا أشهدت به في عدة لقاءات من لقاء واحد، قلت أنه في فترة العبادي من عام 2014 بدت انه اكو تغيرات كثيره، هذه التغيرات خاصه بالجانب العسكري، تحررت نعم. المدن العراقيه. احنا من يعني نتهم الرجل ولا ممكن انه نكون احنا ضد الرجل، لان هو لا ايضا الى يعني خصوصياته كرئيس وزراء والى اعماله، وممكن انه هنالك يعني اسبقيه في الاعمال او جدول نعم. الاعمال. ولكن على رئيس الوزراء وهو رئيس اكبر منظومه تنفيذيه في العراق ماذا يعمل؟ هل العمل انه ضد منظومة الفساد او مافيا الفساد انا اسميها، هل هذه منظومة الفساد ممكن القضاء عليها؟ ممكن اذا كان الشعب اعطي السلطة الكاملة، على لا يكون مجلس النواب هو الحد او نقول الند الموجود على الارض الان. يعني احنا ولهذا راح يجيبنا على انتخابات جديدة وعلى، يعني احنا نقول هاي الانتخابات احنا ليس ضد الديمقراطية يعني بالمناسبة،
ولكن حتى المنظومة الديمقراطية اللي عندنا هي ضعيفة. وأنا يعني أقول إنه صانع القرار السياسي العراقي يحتاج إلى قوة. هذه القوة لا يعني ليس في القوات المسلحة وليس في المؤسسة العسكرية، هو يحتاج إلى قوة معنوية. هاي القوة المعنوية موجودة بالشعب. إذا كان الشعب مؤيد إلى بالكامل من خلال ضرب منظومة الفساد بالكامل، فسيكون للعبادي دور مهم وكبير. أما إذا كان العبادي يريد من أجل دعاية انتخابية، أو تريد المؤسسة السياسية بالعراق الحالية تريد من أجل دعاية انتخابية، ورأينا قبل أربعة أيام كتاب صدر بخصوص المساءلة والعدالة، قد تبرأ منه رئيس مجلس النواب وتبرأ منه رئيس الوزراء في تصريحه. إذا كان رئيس مجلس النواب لا يعلم ورئيس مجلس الوزراء لا يعلم، فمن الذي يعلم؟ وهؤلاء هم من الذي أصدر هذا الكتاب؟ من الذي إذا كانت هي أيضا خاضعة لمجلس الوزراء، فعلى مجلس الوزراء أيضا أن يحقق في القضية. بعدين يعني أكو ناس خدمة العراق من عام في سنين يعني في السبعينات وفي الستينات وفي الثمانينات، يعني الآن حاليا هل هذا كما يدعون به المصالحة الوطنية؟ أين المصالحة الوطنية؟ يا أخي نحتاج إلى الكثير من الانقلابات في ما يسمى في إصلاح صانع القرار السياسي العراقي. نعم. صانع القرار السياسي العراقي عليه أن يفهم أنه ليس معارضة. الآن هو عليه أن يفهم أنه يقود سلطة تنفيذية حقيقة ببلد. يعني البلد ضاع طيلة 15 سنة الآن، نحن نعاني من الكثير من الإشكالات. يعني أبسط دولة بالعالم، لو نقول في دول عالم الثالث كما يسمون الآن، احنا ليس ضمن دول عالم الثالث وانا ما ابعد من ذلك، في كل المجالات، المجال العسكري السياسي الاقتصادي التعليمي، في كل هذه المجالات احنا متأخرين. في كل هذه المجالات فيها فساد، في كل هذه المجالات يعني اناس مثلا الرجل المناسب في المكان المناسب. ولهذا اليوم هو التعويل يقول لك على الانتخابات القادمة انه يصير بها تغيير شامل، بس هذا التغيير مثل ما ذكرنا قبل قليل، هذا التغيير يحتاج آليات، وقلت حضرتك اليوم احنا نحتاج الى قوة قبل مرحلة انه يحتاج الرئيس الوزراء او اي شخصية اليوم حكومية تريد تشتغل، ولنفترض ان وراءها قوة شعبية او ارادة شعبية. بعدها طبعا هذا الموضوع الى الان ما مختمر، الكثير من المحللين السياسيين يقولون العراق لحد الان في مرحلة يعني صناعة الديمقراطية، لحد الان احنا بعدنا في مراحل صناعة الديمقراطية. أنا ما أريد أذهب بعيد عن موضوعي اللي هو التواجد الأجنبي في العراق، وأريد أسأل من خلال تصريح رئيس هيئة الحشد الشعبي السيد فالح الفياض، أكد أمس من البصرة أنه مقرات الأحزاب السياسية هي فقط اللي راح تبقى مفتوحة، وأنه جميع مكاتب الأحزاب السياسية سأسماها السياسية المسلحة. مصطلح هذا يعني هو يقصد جهات ربما قد تدعي نفسها أنها الآن من الحشد الشعبي. قال هذه المكاتب يجب أن تغلق، ويجب أن تغلق في كافة المحافظات، وعلى الفصائل ذات المقرات أن لا تتكلم بعد اليوم باسم الحشد. نعم. هذا تصريح رئيس هيئة الحشد الشعبي الدكتور فالح الفياض. نأمل يعني أستاذ أنس دائما أنه يعني خاصة المظاهر، هذا الانحسار، أنا أسأل هذا الانحسار وهذا التقنين، هذا بتوجيه. نعم. يعني أنا في نظري يعني هنالك، وأنا يمكن أقول وهذا خلي يكون لك سبق صحفي، نعم، ما بعد يعني الشهر الثالث أو بداية الشهر الثالث هنالك الكثير من الانعكاسات الإقليمية والدولية على العراق ستؤثر على الكثير من المواقف. فلهذا يعني أنا دائما أقول الخريطة السياسية تتبع لمن؟ تتبع للمتغير القوي وليس للضعيف. يعني المتغير القوي الآن اللاعب الأساسي حاليا أكو مشروعين بالعالم. نعم. أو معسكرين بالعالم، معسكر تديره الولايات المتحدة الأمريكية، معسكر دول الخليج، لا دول الخليج زائد مصر زائد. نعم. إسرائيل. المعسكر الآخر هو معسكر تركيا إيران روسيا وقطر. فهذا المعسكرين يعني حاليا وين انحصرت وجودها؟ يعني في سموها منطقة دول الأزمة. نعم. أو دول الأزمات. من هي دول الأزمات؟ العراق، سوريا اليمن، حاليا مرشحة الأردن، العفو لبنان. نعم. ولكن هاي الدول حاليا راح تخضع لمن؟ للمتغير الأقوى وليس المتغير الأضعف. يعني مثلا الولايات المتحدة، نعلم جيدا أن الولايات المتحدة استراتيجيات بعيدة المدى وتعمل لمدة 10 سنوات. نعم. وتبدأ بطبق سياسات على نار هادئة. فلهذا يعني أقول أن هنالك الكثير
من المتغيرات السياسية والعسكرية وحتى الاقتصادية على العراق ستجري بدعم أمريكي مباشر. لا بالنسبة للاقتصاد حتى إيران، يعني أمس نائب الرئيس الإيراني عندما التقى برئيس الوزراء واليوم أيضا التقى برئيس الجمهورية والتقى بنائب رئيس الجمهورية السيد المالكي، أيضا أكد على موضوع التعاون بين العراق وإيران اقتصاديا وأنه يجب تدعيم ذلك. طبعا العراق شكر نائب الرئيس الإيراني على جهود إيران في محاربة الإرهاب، معناها الوجود الإيراني يعني هو أكيد موجود، والكلام كله يجي طبعا عن مستشارين وغيرها وغيرها، لكن إيران يقال أنه اليوم راح تشارك بما لا يقل عن 2 مليار دولار بال يعني التدعيم الاقتصادي العراقي. طبعا هذا من عدد تبادل، هذا من عدد تبادل حجم التبادل التجاري اللي بيننا وبين إيران اللي يصل إلى مليارات. نعم، بس هو احنا مشكلة عندنا، يعني عندنا مشكلة بقضيتين مهمة. نعم، واللي هو يعني انا ليس خبير اقتصاديا ولكن قد استطيع ان اجمل المفهوم الاقتصادي الموجود على الارض. نعم. يعني مثلا نحن من تجي على العراق، العراق دولة اقتصادية ذات بعد اقتصادي استراتيجي طويل الأمد، لا تحتاج إلى إيران ولا تحتاج حتى لدول الجوار. يعني حتى حاليا هاي اللي جتنا 30 مليار على أساس أنها ترى هي كلها عبارة عن ميزانيات تشغيلية لم تكن ذات أهداف وأبعاد استراتيجية عملاق. لأن انت هسه من تجي على الصناعة العراقية لا شيء، ما عندنا صفر فعلا. زراعة ماكو، يعني اقتصاد منتهي، بنى تحتية ماكو، ما عندنا رؤية حقيقية، بينما احنا نستطيع من منظومات عندنا في العراق تستطيع ان تخلق لنا عراق اقتصادي قوي، اقتصادي عسكري قوي. لا انا ذكرت، انا حين ذكرت هذا الموضوع. لا بس افهمني، نعم انت تكلمت عن معسكرين على ايران، انا اتكلم عن ايران. ايران من تجي عليها حاليا هي تعيش ازمة اقتصادية يعني نظر لتدخلها في دول العالم وما تصربه من إمكانات عسكرية على هذه الدول، يعني أو بعض القطاعات الموجودة في هذه الدول أثرت على تأثيرها مباشر على الميزان الاقتصادي الإيراني. الولايات المتحدة الأمريكية، حتى أنطيك يعني المعلومة الكاملة، الولايات المتحدة الأمريكية الدخل القومي لها هو 2 تريليون و800 مليار دولار. نعم. لوحده القوات المسلحة أو المؤسسة العسكرية الأمريكية 720 مليار دولار. نعم. فإذا الاقتصاد الأمريكي، أنا أعتمد على اقتصاد ضعيف أم أعتمد على اقتصاد قوي؟ إيران حاليا لولا العراق. لا إيران اليوم بالعلم إيران تريد أن تقول أنا أريد أن أشارك. هو مو شوف، مو إحنا أكو شغلة، ويمكن بعض المستشارين الإيرانيين وبعض السياسيين الإيرانيين صرح قال ما فقدناه في سوريا وفي العراق سنأخذه. نعم. إذا هنا يعني هذا يعني من تجي على الكلام هذا، هذا الكلام خطير جدا يعني على السياسيين العراقيين ان يجاوبون. يعني اذا هو يتكلم بهذا الكلام، يعني اذا اين هي المصلحه القوميه، العفو، المصلحه الدينيه والدوله الاسلاميه والدوله التي ممكن ان تساعد العراق من ناحيه ان ترامب هم يعني قال راح نرجع كل فلس حطيناه على هاي الدول. لا بصراحة هو لا هو زين لا وتعامل بفوقية وتعامل وتكلم كلامه هو رئيس أكبر دولة أنس. تكلم كلام ما يتكلم رئيس دولة عظمى. نعم يعني أنس. بحق الخليج وبحق العرب. أستاذ أنس، العرب احنا نتكلم على نظرية الأمن القومي. نعم. يعني الأمن القومي العربي أنا يعني أقوله دائما ونقول هو يعني معلوم، الاتفاق بين 4 دول عربية يكفي للأمن القومي العربي. السعودية، العراق، مصر، سوريا. شوف هسه احنا وين التأثيرات؟ سوريا والعراق منتهين. العراق هو يواجه مد آسيا كله، ما يحتاج ترى يعني احنا لإيران. إيران حتى إذا تجي على اقتصادها وتقارنها بالاقتصاد العراقي، نعم إيران 4 مرات بقدر العراق، ولكن المقدرات السياسية والمقدرات الاقتصادية ومقدرات الجيوستراتيجية نعم. للعراق تعادل أضعاف إيران. فإحنا ما نحتاج إيران، يعني إحنا نحتاج حاليا، إحنا راح نحكي على الكفاءات. الكفاءات العراقية وين؟ مو كلها استهدفت. من اللي استهدفها يا أخي؟ يا سهم خلنا نرجع للأجندات اللي بتطرح. من استهدف هاي الكفاءات وطلعت بالخارج تشتغل وبدت تشتغل في منظومات كثيرة؟ وأنت تعلم يوميا يطلع لنا عراقي في دولة من دول العالم مخترع لو ما أخذ جائزة شيء ومكتشف شيء. فعلًا. زين هو بلده أولى لو لا؟ بلد اللي هو ضاع طيلة 15 عام. زين احنا نحتاج الكفاءات لبناء البلد، لو احنا نهرب هذه الكفاءات للخارج وما نحتاجها بعد، احنا لن نكون انه ليش اقول لك صانع القرار السياسي. بس احنا بعدنا ساحة وجود، ساحة صراع. صانع القرار السياسي العراقي ضعيف. صانع القرار السياسي العراقي ضعيف. لماذا ضعيف؟
لا تقول لي انه احنا شوف انا هسه اعتبر الايرانيين وطنيين بالنسبه كحكام وطنيين لهم. نعم. واعتبر الامريكان كحكام وطنيين بس حكامنا مو وطنيين. دليل على ذلك يعني انت من تجي على هذا ابسط ما يكون المسؤول العراقي حاليا هو في المقدمه من ناحيه الاقتصاديه. يعني يمتلك امكانات اقتصاديه هائله، يعني يدخل لك في اي مكان ومشتري في كل دول العالم وعنده كذا. انا ليس مهاجما او نقول حسدا له، ولكن هل يجوز ان يكون القرار السياسي العراقي مربوط في يعني شخصيات هذه الشخصيات دمرت البلد من ناحية اقتصادية وسياسية؟ علينا أن نفهم يعني أستاذ أنس، علينا أن يعني نفرزن الأمور من خلال شنو، ومن خلال ترى أنا أحشي على فلان أو أريد أن أكل فلان. لا، أنا أريد يعني قضية علمية تخدمني وتخدم بلدي من خلال الوجود اللي ممكن أنا أحققه كعراقي، مو أنا أحققه مثلا. هسه ليش تقول لي أنا أعتمد على أمريكي؟ زين. ليش أعتمد على أمريكي؟ هو السؤال هنا التواجد هو. هو التواجد الأمريكي إذا أسأل هنا. نعم. يعني أنا ما بقى لي يمكن من الوقت. نعم. إلا القليل. التواجد الأمريكي في مصلحة العراق، التواجد التركي في مصلحة العراق، التواجد الإيراني في مصلحة العراق حاليا غير. أي. هي كلهن نعتبرها دول محتلة، ولكن الوجود الأمريكي نحتاجه في شغلتين مهمة جدا. نعم. دعم القطاعات العراقية لأن هي تحتاج إلى يعني ثقل دفاعي كامل، والشيء الآخر الولايات المتحدة الأمريكية هي المسؤولة عندما دمرت المؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية، عليها أن تحمي العراق الآن وتحمي الشعب العراقي بالكامل شيعة سنة أكراد المسيح في كل مذاهبه وقومياته، ولكن عليها أن لا تقوي كفة على كفة أخرى، وعليها أن تكون فعلاً الولايات المتحدة التي هي تدعي الديمقراطية العالمية وتدعي حقوق الإنسان، عليها أن تنظر إلى العراق من ناحية حقوق الإنسان وناحية الديمقراطية الحقيقية التي تفرض، ولكن نحن لا نؤيد وجود أي قوة على الأرض في العراق. يمكن هذا الشيء راح تحدد الحكومة العراقية القادمة بعد الانتخابات، لأنه إحنا مقبلين على انتخابات وجايز نشهد تغييرات كبيرة على الساحة، ونأمل إن شاء الله أن نشوف عراق قوي مزدهر ومستقر، وأن يفرز لنا الشعب العراقي كفاءات وإمكانيات حقيقية تأخذنا شوية إلى بر. الأمان تعبنا على مدى السنين الماضية من 2003 وحتى يومنا هذا، وجوز من قبل 2003 إحنا العراقيين تعبانين، ونحتاج اليوم أحد يشيل همنا بهاي مثل ما يقول بهاي الفترة، خاصة وأنه الحروب القادمة هي حروب اقتصادية، وقسم منها ربما حتى راح تكون بها حروب مياه وغيرها وغيرها، فالحروب القادمة أيضا هي حروب صعبة. نأمل أنه نشوف قادة حقيقيين تفرزهم الانتخابات القادمة. أنا أشكرك جدا الخبير الاستراتيجي الدكتور علاء النشوع، كنت ضيف تغطيتنا الخاصة. الشكر موصول لكم أيضا أحبتي المشاهدين. في الختام تقبلوا تحيات كادر العمل وتحياتي أنس عبد الرحمن، وتحيات المخرج حسام أبو فاعور، حتى نلقاكم من جديد في أمان الله وحبه.